هذا اليوم الوفد اللي ضم شخصيات ممثلة عن مجلس النواب وشخصيات ممثلة عن مجلس الوزراء تمثلت بالسادة الوزراء سيد وزير الدفاع وسيد وزير الهجرة وعدد من السادة نواب محافظة ديالى، سيد نائب رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس النواب، كلهم أتوا لمناقشة قضية أساسية ومهمة، وحصل هذا اللقاء أيضا بحضور القيادات الرسمية والحزبية والشعبية في خانقين لمناقشة عودة النازحين إلى أماكنهم. أولا لإدراكنا أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يمضي من دون بحث قضية النازحين واعتبارها القضية الجوهرية والأساسية وتذليل كل المعوقات التي تحول دون إمكانية عودتهم، سواء كانت صعوبات أمنية أو صعوبات إنسانية أو خدمية. وفعلا تم التوصل إلى جملة من الاتفاقات بهذا الخصوص مفادها تحديدات زمنية ثابتة لعودة النازحين، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بناحية جلولاء والمناطق الأخرى المتعددة من محافظة ديالى. بهذه المناسبة أيضا بودنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل التسهيلات ولكل الرعاية التي قدمت من قبل الأخوة في إقليم كردستان للنازحين من محافظة ديالى، وأيضا الجهود اللي الآن تبذل بشكل واضح ومكثف لغرض عودة النازحين إلى ديارهم، وأيضا تسهيل كل المستلزمات الضرورية اللازمة لتمكين وجودهم، لأن هذه هي الحالة الطبيعية اللي نسعى لتحقيقها.